ملعب الصمود الرياضي أكبر الملاعب الرياضية في محافظة الضالع وأقدمها على الإطلاق. ففي الفترة الممتدة بين سبعينات وثمانينات القرن الماضي كان هذا الملعب في عصره الذهبي، حيث أقيمت على أرضيته مباريات عدة وبرز فيه الكثير من اللاعبين. واقعه اليوم يختلف تماما عما كان عليه قبل عقود، إهمال كبير طاله خلال السنوات الماضية. منصته المدمرة وأرضيته الترابية جعلتا منه ملعبا غير مؤهل لاستقبال المباريات الرسمية في محافظة تفتقر إلى المنشآت الرياضية. لم يشهد النادي ولم يشهد هذا الميدان أي تطور ولا اهتمام لإعادة البنية التحتية، وأصبح مدمر لا يليق بأن يكون هذا صرح للشباب ولا يمكن يكون صرح للرياضة. الآن احنا في ملعب الصمود الرياضي، بالجيل الثاني في تمارين الصمود، شارك في 78 في كأس معرض ومعارض، وشارك مع أندية عريقة في أندية عدن أمثال التلال وشمسان وعدة عدن والجيش والشرطة والشعلة. نادي الصمود الرياضي أقدم وأعرق الأندية في محافظة الضالع، تأسس في العام 1961، يمثل المتنفس الوحيد للشباب رغم افتقاره لأبسط مقومات الأندية. من أبرز مشاكلنا اللي هو الملعب، كما تشاهدوه ملعب مدمر بسبب الحرب، ولهذا نناشد السلطة المحلية بالالتفات لهذا الملعب وتعشيبه وعمل مدرجات لأسوته بالملاعب المحافظات الجمهورية الأخرى، لأن كل المحافظات بالجمهورية تعشبت ملاعبها باستثناء محافظة الضالع، لا نملك أي ملعب مؤهل يحتضن البطولات الرسمية والكبيرة. نجوم الصمود أمثال احنا علي سعد، صالح محمد صالح الوزير، خالد صالح حسين، الكابتن عبد الله علي مثنى، الكابتن محسن علي مثنى، نجوم كثيره في خط الدفاع في الوسط وبعضها في حراس المرمى. فالصمود يملك نجوم كبيره له تاريخ عريق في هذا الملعب. فهذا الاستاذ الرياضي استقبل كثير، حتى المنتخب الوطني لعبنا مباريات كبيره معه. مكتب الشباب والرياضة يعمل دون موازنة تشغيلية لإقامة الأنشطة والفعاليات. انقطعت حصص النشء التي كانت معتمدة في السابق، وهم بحاجة ملحة لها لأداء واجبهم نحو الأندية والأنشطة والمشاريع الرياضية المتوقفة والمتعثرة منذ سنوات. ملعب الصمود الرياضي هو المتنفس الوحيد الآن لكل شباب المحافظة، ويحتاج وقفة جادة. ناشدنا، عملنا تصورات، ناشدنا، عملنا دراسات، جاء من وزارة الشباب الرياضة وعملوا، جاء من وزارة الشباب الرياضة مهندسين وعملوا دراسات، وإلى الآن ننتظر التطبيق الفعلي والعملي لتعشيب ملعب نادي الصمود الرياضي. نناشد ونناشد ونناشد وزارة الشباب الرياضة، ونناشد القوى، ونناشد السلطات أن تنظر لهذا الملعب بكونه متنفس وحيد لكل شباب المحافظة. أدرجت وزارة الشباب والرياضة ضمن خططها للعام 2021 تعشيب أرضية الملعب، وتكفلت رئاسة الوزراء في العام ذاته بتأهيل المنصة، وعود لم يتحقق أي منها إلى الآن. ونأمل أن يكون هذا العام عام انتشال الرياضة من واقعها المزري وتحقيق أحلام الرياضيين في محافظة الضالع.